الفيلم باختصار بسيط بيحكي عن حياة 2.5 مليون بعيشوا في مكان مسكر اللي هو قطاع غزة. فمن خلال قصة حقيقية اللي هي قصة الأسد واللي صارت في غزة بال2007، لما عائلة أخذت أسد من جنينة الحيوانات وكانت هاي العائلة مسلحة وسيطرت حماس على غزة، واللي فكرت في لحظة أنه لازم تقضي على كل هاي العائلات المسلحة وكل عائلة تندرج تحت سبب. فهاي السبب كانت اللبوة، واللي احنا بنينا الصالون واخترنا الصالون كصالون اللي هو بيوتي صالون، اللي هي من فكرة انك تروح على صالون تحكي عن الازياء والموضة والستايل والاشياء هاي اللي لها علاقة بالحياة. فتم اختيار المرأة كمان كمرأة كعنصر للحكي عن هدول الناس كلهم، للحكي عن الحياة بهذا المكان بلسان المرأة، واللي هي عندها سوء فهم بالعالم كيف بنظر للمرأة الغزية كمرأة. هم بفكروا انه في عندنا مرأة واحدة، نوعية واحدة من النساء، وهم نوعيات كتير كتير زي أي مجتمع في العالم. فالصالون هو ميتافور عن غزة، والنساء اللي انحشروا بهذا الصالون هم 2.5 مليون، والمافيا اللي برا هي الميتافور عن كل المشاكل اللي بيعاني منها قطاع غزة. كيف تكون الصالون؟ فلسطين القناة والإكسان إذا انحشرنا عجبك؟ مش بس بغزة، يعني بظن انه بالوطن العربي ككل، يعني الحرية هي عبارة عن شيء معدم او شيء مقموع، وخصوصا لما بتكون رأيك او وجهة نظرك هي واقعة تحت السلطة. السلطة بتعنيش انه واحد هو لازم يكون قاعد على الكرسي وبده يعمل كنترول على كل البني آدمين، انت بتحكي هيك وممنوع تحكي هيك ولازم تسوي هيك، ما بيزبط ما بينفع. فانه هدول الناس هم واقعين تحت السلطة اللي موجودة. وما بدي انسى انه احنا كمان جوا احتلال، يعني احنا هذا المكان اللي مسكر اللي بتحكمه حكومة زي حكومة حماس، في كمان لسه احتلال اللي هو تقريبا بدون ما نقعد اللي فندور وبحكم المنطقة كلياتها، ما بدي أقول بس فلو بحكم المنطقة كلياتها، تمام. فهدول الناس يعني ببلشوا بأنه محاولة للحرية والتنافس، اللي هو ستيب باي ستيب بصير الأشياء هي أكتر انغلاقا وأكتر تسكينا وأكتر أنه ممنوع تحكي. أول شيء ما ننسى إنه المجتمعات العربية بصفة عامة هي مجتمعات في ميل، هي مجتمعات ذكورية أكثر من أنثوية، ودائما القوة والباور والكنترول للرجل مش للمرأة. هلا في النهاية لما بالفيلم لما المرأة هي وقفت في عز الأحداث اللي موجودة حوالي الأحداث الخطيرة اللي بتصير حوالين هذا الصالون، وقررت إنه هي تبني وزارة وتوزع، هو مش للضحك ومش للكوميديا، هو محطوط فكرة فكر فيها إنه خلينا ما نغير، يعني ما بندعو انه ان نتنازل كذكور وندي للاناث او الاناث تتنازل للذكور، لا احنا خلينا ندي المراه تشانس لتجرب. ممكن يعني ما 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 ما, ما بجزم انه ممكن تنجح او ممكن تفشل، بس هي خليها تجرب. وينت ممكن تحكم وممكن تقدم شيء ما قدمه الرجل، وبكفي. احنا عندنا كل شيء ذكوري، السينما ذكوريه، الفن ذكوري، الموسيقى ذكوريه، كل شيء ذكوري. خلي المراه تشارك بجانب من هذا الحياة. يا اختي انت مش ملاقي اوسع من هالصالون اللي قد كسر العقربة؟ شو صاير برا؟ اختيار وين لوكيشن كان اجو من فكرة كمان التحدي، انه كيف ممكن تعمل فيلم بوين لوكيشن، كيف تعمل ايقاع من اول فيلم لاخريته. مش بسيط، مش سهل الموضوع انه انا قاعد بمكان او قاعد عم بتطلع في فيلم هو في مكان. قديش ممكن انت كل شوي بدك تديني صورة جديدة، قديش بدك تديني ديالوج جديد، قديش بدك تديني فعل جديد، وفي مكان فيش فيه ادوات، يعني ادواته كتير بسيطة وعبارة عن استشوار مشط ما بعرف شو، يعني اشياء كتير بسيطة، وقد ما بدي انا العب فيها من حيث الصورة ومن حيث الفعل هي بتخلص. فقديش انا كل شوي مع كل مرحلة بده يمشي الفيلم. وطبعا ما انسى فكرة الفيلم اللي هي الاسم الديجرادي اللي مين ديجريد، قديش انا عم بروح للانحطاط للأسوأ، عم بنزل الأسوأ. كيف هذا انا بدي اشعره بالفيلم، من ايقاع قد يكون رتيب بالبدايه ليتطور شوي ليصير اسرع 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 في النهايه. ما كان إشي سهل. ما تسيبيكي من اللي بيصير برا، تعالي خلصي لي عاد. طريقه شغلنا انه هو كل شيء بتوزع، يعني هو بياخذ جانب، يعني مثلا الديكور هو بنى الديكور، الممثلات انا اشتغلت مع الممثلات، بس انا بشتغل بوجهه نظر بوجهه نظره. في النهايه احنا نص وجهه نظر ونص وجهه نظر، بنكون وجهه نظر واحده. القتال دائما لانه كل واحد بده يدافع عن وجهه نظره للثاني، بس اللي بيقنع الثاني هي وجهه نظره الصح. في النهاية احنا مش بضمن الايديولوجية او الاطار هذا اللي احنا بخلينا لليوم احنا بنشتغل وحنشتغل بروحنا احنا اثنين مع بعض.